بدنا نركز فيها نحكي على لمحة عامة شو هي انتانات الجملة العصبية، نحكي شو هو التهاب السحايا، واليوم يعني هو هذا الملف التهابات السحايا. الملف الثاني هو عن التهابات الدماغ. بإنتانات الجملة العصبية مثل ما بنعرف نحن الجهاز العصبي مكون من دماغ كجملة عصبية مركزية، طبعا نحكي عن مكونة من جملة عصبية مركزية داخل القحف اللي هي الدماغ يعني المخ والمخيط والنخاع الشوكي. محاطة هاي الجهاز العصبي المركزي بأغشية اسمها السحايا. عادة هاي السحايا هي تأمن الحماية للجهاز العصبي المركزي، وبالتالي هي خط الدفاع الأول عن الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي ممكن يوقف الإنتان بحدود السحايا والسائل يعني السائل الدماغي الشوكي، وممكن ينتقل لداخل الجملة العصبية المركزية وندخل بالتهابات الدماغ. وبالتالي نحن لازم كثير نكون نفرق بين شو هو التهاب السحايا وشو هو التهاب الدماغ، والتفريق بيناتهم مثل ما حكينا المحاضرة الماضية اللي ما كانت يعني بصراحة من سوء حظنا يعني ما كانت جيدة تقنيا، يعني حكينا إنه أهم شيء هو التفريق بيناتهم هو بالأعراض الموضعية وغياب الوعي. لما بيكون في عنا غياب وعي مرافق لإنتان الجملة العصبية المركزية هذه بوجهنا أكثر لإنتان الدماغ، وممكن إذا شفنا أعراض موضعة مثلا شلل إيد، غياب حس موضع، صرع، أو هي كل هي الأعراض البؤرية بتشير لإنتان باطن القحف وليس التهاب سحايا. حكينا بظن بلشنا نحن بالأعراض والعلامات اللي المرافقة لالتهاب السحايا، وحكينا أنه عندنا دائما الثلاثي المميز لالتهاب السحايا اللي هو صداع زائد حرارة زائد أعراض سحائية. أعراض سحائية هن هدول الأربعة: صلابة النقرة مع برودزنسكي العلوية، كيرينج مع برودزنسكي السفلية. وحكينا أنه صلابة النقرة عادة الإنسان لما بيحرك رأسه يمين يسار كذا بتتمطط السحايا، وهي بشيء طبيعي أنه تتمطط لأنه هي فيها مرونة، ولكن لما يصير فيها تخريش بيصير فيها التهاب بيصير فيها وزمة، هي معصبة بشكل كتير كبير، وبالتالي هي مؤلمة وخاصة لما بيصير تتمطط، يعني إذا هي متوزمة فأي حركة فيها حيزيد التخريش وبالتالي رح يزيد الألم. ومن هون بتجي إنه بعطف الرأس على الصدر يعني عطف الرقبة بيصير في عنا نحن تمطيط للسحايا الواصلة بين الدماغ والنخاع الشوكي، وبالتالي لما بيكون في عنا التهاب سحايا هذا التمطيط رح يسبب ألم وألم شديد، وبالتالي بيمنع المريض من إنه يدق دقنه بصدره. تمام، هي العلامة الأولى واللي هي علامة مهمة جدا ودائما بتكون تقريبا موجودة، يعني ما في التهاب سحايا ما بنلاقي فيه صلابة نقرة، عن نادر لتكون غير موجودة، وبالتالي عدم وجودها بيستبعد بشكل كبير التهاب السحايا. اللهم صل على سيدنا محمد. شلون بدنا نحن نميز إنه مريض عنده حرارة لأي سبب كان، ولنفرض إنتان بولي وعنده تشنج رقبي، حرارة زائد ألم رقبي أثناء الحركة، شلون بدنا نميزه هذا عن إنتان السحايا؟ عادة صلابة النقرة هي السحايا بتتمطط بس لما نحن بنعطف الرقبة في اتجاه الأمام، يعني لما ندقن بالصدر، ولكن الحركة يمين ويسار هي ما بتمطط السحايا، وبالتالي لما بيكون الألم موجود بجميع الاتجاهات هذا مو هو صلابة النقرة. صلابة النقرة هي فقط لما نحن ما بنحسن ندقن بصدرنا. تمام، لما بيكون السحايا متخرشة بشكل كتير كبير ممكن انه المريض يعمل حركه دفاع واللي هي انه هو يتني ركبه، وقت اللي بتصير يعني احنا بنقول له تني دقنك لعند صدرك هو ما بيحسن، بيجي انا بمسكه وبحاول
اني ادفش له دقنه لصدره، فهون هو بشكل انعكاسي بيتني ركبه. تمام، هي العلامة اسمها برودزنسكي العلوية. هي شو الآلية فيها؟ انه المريض بيحاول يعني لما يتني رجله يخفف التوتر عن السحايا القطنية المحيطة بالعمود القطني. هي بتكون بشدة التخريج، ما دائما موجودة، ولكن إذا وجدت هي علامة مؤكدة وبتدل على شدة التهاب السحايا. علامة كيرينج الثالثة هي أنه نحن نعطف من قله المريض بوضعية الاستلقاء الظهري، بيتسطع على ظهره، بعدين نخلي الفخذ عمودي على الجزع، بعدين الساق عمودية على الفخذ. تمام، هون بهي الوضعيه بتكون السحايا ما انا متمططه، بهي بعطف الركبه ما بيكون متمططه. ليش؟ هي شلون بدها تتمطط؟ عن طريق تمطيط العصب الوركي اللي هو موصول بالنخاع الشوكي، فبالتالي تمطيط العصب رح يمطط السحايا الموصوله بالمنطقه القطنيه. بهي الوضعيه ما بتكون متمططه، بحاول افرد له رجله للمريض، يعني اعمل بسط للساق على الفخذ، يعني ابسط الركبة، فبيصير تمطيط وبيصير الألم وين؟ بالمنطقة القطنية. هاي اسمها علامة كيرينج، إذا وجدت كمان هي علامة إيجابية. برودزنسكي السفلية نفس البرودزنسكي العلوية، ولكن أثناء إجراء علامة كيرينج بلاقي إنه المريض لحتى يخفف التوتر بيتني رجله الثانية. يعني أنا عم ساوي العلامة على الرجل اليمين على الطرف السفلي الأيمن، بنلاقي أثناء بسط الركبة بنلاقي المريض عطف ركبته اليسار. ليش؟ لحتى هو عم يحاول يخفف التوتر. هي اسمها برودزنسكي السفلية. هذول مهمين ومهمين جدا. بعدين حكينا أنه طيب إجاني مريض عنده حرارة وصداع وعلامات سحائية إيجابية، إيه طيب هلأ شو المطلوب؟ بدي أكد التشخيص. طبعاً هذا كله ياتو بيوجه بشكل كبير للتشخيص، ولكن ما بيأكده. شلون منأكد التشخيص؟ قلنا دائماً لازم أعمل فحص سائل دماغي شوكي، واللي هو هذا عماد التشخيص. دائماً لازم ساوي، لازم أنا أكون بعرف شو هو السائل دماغي الشوكي الطبيعي لحتى أحسن حدد شو هو المرض. في كتير معلومات بتخص فحص السائل الدماغي الشوكي لازم تكونوا بتعرفوها مثل اسمكم. شو هو ضغط الانفتاح تبع السائل الدماغ الشوكي؟ شو هي المكونات اللي موجودة بالسائل الدماغ الشوكي؟ العناصر الفيزيائية والتغيرات اللي بتصير عليه. يعني إذا شفنا التغير بالشكل الفلاني هي بدل على كذا، إذا شفنا التغيرات بالشكل الفلاني ممكن بدل على تشخيص ثاني وهيك. هلأ أولا نحن مثل ما حكينا أنه بالسحايا، بالتهاب السحايا والتهاب الجملة العصبية، انتانات الجملة العصبية، لزاما لازم ساوي فحص سائل دماغي شوكي. طيب أول شيء منجي أمتى يستطب؟ وبالتالي كسؤال راجع هو بانتانات الجملة العصبية، أمتى يستطب فحص سائل دماغي شوكي؟ يستطب بانتانات الجملة العصبية المركزية. طيب يستطب بشغلات تانية؟ يستطب بشغلات تانية، ولكن نحن هلأ هي أول استطباب اللي هو انتانات الجملة العصبية المركزية. طيب جاني مريض، امتى بدي اعرف انه هذا ما بتساوى له وممكن يكون خطر عليه؟ يعني بدي اعرف شو هي مضادات استطباب بذل السائل الدماغي الشوكي. في عندي 4 استطبابات مهمة ومهمة جدا ولازم تحفظوها مثل اسمكم، واكيد رح يجي عليها سؤال، ويعني وبتهمكم بحياتكم العملية بشكل كبير. الاستطباب الاول، او عفوا مضاد الاستطباب الاول، اللي هو كتلة شاغلة لحيل داخل القهر، ورم دماغي، خراج دماغ، نزف فوق جافية، كل هدلولة شغلات ما أنا موجودة بشكل طبيعي هلأ انوجدت. يعني آفة شاغلة لحيل داخل القهر، أي واحدة من هدلول ممنوع، وممنوع منع باتا أنه أعمل بذل. ليش؟ لأنه أنا الدماغ مضغوط، أنا بس خفف له ضغط من تحت فهو الدماغ بده ينفتح باتجاه الأسفل لأنه خف الضغط. بالعكس أنا هون ما ممنوع. طيب أنا شلون بدي أكد أنه في عندي آفة شغلة لحيل؟ أسهل وأبسط وأول إجراء لازم ساوي هو طبقي الدماغ، يعني أو تصوير التوموغرافي مثلا مثل الطبقي أو المرنان،
بيحدد لي اذا في آفة شغل الحيز او لا. اذا ما في آفة شغل الحيز بروح ببزل وانا مطمئن، ولكن اذا كان في عندي آفة شغل الحيز فهون ممنوع منعا باتا اني اعمل بزل سائل دماغي. شو الوسيلة الثانية اللي ممكن تحدد لي اذا في آفة شغل الحيز؟ هي فحص قعر العين لنشوف وزمة وليمة العصب البصري. ما عاد لجأوا له كثير بسبب توفر الطبق المحوري بشكل كبير، ما عاد لجأوا لفحص قعر العين، ولكن هي من الشغلات اللي بتدلنا على انه في توتر داخل القحف. هي الاستطباب المضاد للاستطباب الاول. شو المضاد للاستطباب الثاني؟ هو اللهم صل على سيدنا محمد، انتان مكان البزل. ما معقول انا مريض عم اكد له او بدي انفي له انه في عنده انتان داخل الجمله العصبيه، وفوت من منطقه انتان انا وصل له الانتان بايدي لجوا، فانتان منطقه البزل كمان هذا مضاد استطباب ثاني. الشغله الثالثه اللي هي صفو استطبابات مضادات استطباب نسبيه، اللي هي خلل بعوامل التخثر. يعني ما معقول أنا أبزل وإجراء ممكن يكون نازف يسبب لي نزف داخل الجملة العصبية المركزية عند مريض مؤهب للنزف. الشغلة الرابعة هو إذا في عندي علامات توضع عصبي أو عندي رد دماغي حديث. هدول ما بعمل فيهم بزل، ولكن أهم مضاد استطباب هو الآفة الشغلة اللي حيز، وتاني مضاد استطباب هو إنتان مكان البزل. هلأ عرفنا أنه نحن التهاب أو إنتان الجملة العصبية المركزية له أعراض. أعراضه هي صداع زائد حرارة زائد علامات سحائية. طيب بالفحص مثل ما حكينا بدي أشوف أنه في عندي العلامات السحائية الأربعة اللي هي صرارة نقرة، برودزنسكي العلوية، كيرينج، برودزنسكي السفلية. طيب بعدين بدي أنتقل لتأكيد التشخيص، بدي ساوي بزل سائل دماغي شوكي. عرفت أنه ما في أي مضاد استطباب مهم، فهلأ بعمل بزل لسائل الدماغ الشوكي. طلع عندي سائل دماغ الشوكي، شو هي المعايير الطبيعية لسائل الدماغ الشوكي؟ هاي لازم نحفظها كمان مثل اسمنا، واللي هي كمان مهم جدا لازم نحن نسأل عليها ونكون منعرفها. أول شيء أنه هو سائل الدماغ الشوكي هو سائل رائق لا لون له مثل المي. بدي أعرف ثلاث شغلات تانية بالمخبريات فيه. بدي أعرف قديش سكره، قديش بروتينه، وقديش عدد الكريات البيض. هدول ثلاث شغلات بدي أسألهم بأي سائل دماغي شوكي. دائما بس جابوا لي عينة لتحليل سائل دماغي شوكي بسأل على ثلاث شغلات اللي هن سكر، بروتين، كريات بيض. وحسب هالثلاث قيم أنا فيني شخص شو هو التهاب السحايا إذا موجود ولا لا، وشو نوعه ممكن أتوجه بشكل كبير. أول شيء أنا بس أعمل بزل لسائل الدماغ الشوكي إذا شفته شيء مرة مريض عم ينبزل، يعني عم نعمل له بزل سائل الدماغ الشوكي. بتلاقوا أنه بس فاتت الكانيولا بجوف يعني بجوف السحايا، فمنلاقي صار يطلع لأنه في له ضغط معين. هذا بنسميه ضغط الانفتاح. ضغط الانفتاح هو حوالي 25 سنتيمتر ما. هذا 25 سنتيمتر ماء هذا الضغط الطبيعي. إذا كان أكثر من هيك فعندي آفة بترفع الضغط داخل القحف. ما شرط تكون هي آفة شغل الحيز، لا ممكن في أمراض تانية بترفع الضغط داخل القحف. إيه السكر، قديش السكر؟ هو 50% من سكر الدم. يعني مريض عنده سكر طبيعي بحدود 100، وبالتالي سكر السائل الدماغي الشوكي الطبيعي بحدود 50. إذا مريض سكري وسكره بحدود 400، وبالتالي سكر السائل الدماغي الشوكي طبيعي لحدود 200. مريض عنده هبوط سكر، سكره بحدود 60، إذا بعمل له بزل لسائل الدماغي الشوكي بيطلع عندي بحدود 30، هذا الشيء طبيعي. البروتين هو بحدود 15 لل 60، يعني بين 15 وال 60 ميلي غرام على ديسيلتر. الكريات البيض عادة هي بحدود الصفر، ما لازم يكون في كريات بيض، أو إذا لقينا لحدود 3 أو 5 كريات ما عندنا مشكلة، وعادة بيكونوا من نوع اللمفاويات. إذا شفنا
أكثر من 5 وبالتالي هذا التهاب سحايا. شوفي عنا كمان لازم نحكي تلوينات النوعية اللي ممكن نساويها. مثلا أنا إذا شكيت عند مريض التهاب سحايا سلي ممكن أعمل له تلوين بتسيل نيلسون مشان أكشف عصية السل وهيك. حكينا على مضادات الاستطباب ووسعنا فيهم ولازم نكون نعرفهم بشكل كبير. هلأ التهاب السحايا مثل ما حكينا ممكن يصنف حسب المسبب وممكن يصنف حسب النمط، والشائع استخدامه هو حسب المسبب واللي هذا رح ندرس محاضرتنا بناء عليه. حسب المسبب ممكن يكون قيحي ناجم عن جرثومي واللي أشع الجراثيم المسبب للالتهاب السحايا، هذا مهم جدا. كمان العامل للأشع لازم تكونوا بتعرفوا اللي هي المكورات الرئوية يتلوها النيسيريات السحائية. ممكن يكون في عندي التهاب سحايا بعصية السل الميكوباكتيريوم اللي هي أي التهاب السحايا التدرني أو الدرني أو السلي. ممكن يكون عقيم، يعني أنا أشوف علامات بالسائل الدماغ الشوكي لالتهاب سحايا وما أحسن حدد العامل الممرض، لا هو قيحي ولا هو فيروسي ولا هو سلي. ممكن أنا أعزل مستضدات لفيروسات وبالتالي يكون هذا فيروسي، وممكن يكون فطري عند مضعفي المناعة خاصة. الحاد حسب النمط ممكن يكون حاد أو تحت حاد أو مزمن. في هون ما حكينا على بنرجع لسائل الدماغ الشوكي، حكينا على القيم الطبيعية بس ما حكينا كيف نشوفه بالتهاب السحايا. التهاب السحايا تعريفا هو أعراض وعلامات سحائية مع صداع وحرارة. بفحص السائل الدماغ الشوكي بلاقي ارتفاع تعداد كريات بيض أكثر من 5. بس شفت البيض أكثر من 5 بالتالي هذا التهاب سحايا. هلأ شلون بدي حدد أنا شو النمط؟ كل العضيات الحية مثلا مثل الفيروسات والجراثيم والفطريات والسل والهي كلها تعالج وبيتغذى، بيتغذى على السكتار. وبالتالي دائما بس يكون في التهاب سحايا حلاقي انخفاض سكتار. أقل واحد من هدلولة ممكن يستخدم السكر هو الفيروسات. وبالتالي أنا إذا لقيت ارتفاع، يعني هلأ أخذت عينة سائل دماغي شوكي وهي العينة لقيت فيها ارتفاع كريات بيض. هلأ أول شغلة بعد الكريات البيض، هلأ هون حددت أنه هذا التهاب سحايا. أول شغلة بتطلع عليها بعد منها السكر. السكر دائما لازم يكون منخفض، ممكن يكون أقل انخفاضا بالتهاب السحايا الفيروسي. وبالتالي نحن ارتفاع كريات بيض مع سكر طبيعي كتير بيوجهنا للفيروسي. طيب صف عنا الحالتين الثانيات اللي هن إما السلي أو القيحي، بلاقي إنه أنا الكريات البيض مرتفعة والسكر نازل كتير. تمام. هلأ البروتين كيف بيكون؟ البروتين بيكون اللهم صل على سيدنا محمد مرتفع، لأنه هي دائما حطام المعارك بين الكريات البيض وبين يعني العامل المسبب، بيعطيني عوامل حيوية وبيعطيني ستوكينات لوكترينات وهيك، فهي كلها عوامل بروتينية، فبلاقي البروتين مرتفع. آخر شغلة شلون بدي ميز النوع، هل هو قيحي أو سلي؟ بلاقي إنه اللمفاويات عالية بالسلي بينما بلاقيها عدلات العالية بالقيحي. هاي الصيغة هلأ حنمرق عليهم، بس نمرق على كل واحد، بس هيك حكيناها بشكل مبدئي شلون بدنا نمشي بالمخطط. هلأ نرجع مثل ما حكينا مخطط محاضرتنا، حكينا عن اللمحة العامة، حكينا هلأ بدنا نبلش بأنواع التهاب السحايا. رح نبلش بالتهاب السحايا القيحي. تمام. بس التهاب السحايا القيحي مثل ما حكينا انه هو التهاب سحايا مسبب بالجراثيم.
أشياء الجراثيم اللي ممكن نشوفها هي مثل ما حكينا المكورات الرئوية، ممكن نحن نصنف حسب مجموعات العمرية إنه شو هو الجرثوم الأشعة. عند حديثي الولادة ممكن نشوف سلبيات الغرام بشكل أشعة، عند الأطفال هيموفيلوس إنفلونزا، عند البالغين هي المكورات الرئوية أشعة شيء، يليها النيسريات السحائية. اللهم صل على سيدنا محمد. بالكتاب غير هيك هم، بالمقرر غير هيك حكيم، كانت في حديثي ولادي العقدياتي الأشياء الجرام بوزيتيف يعني. لا، هي سلبيات الغرام الأشعة، وحتى موجودة بمحاضرة فون. هي سلبيات الغرام الأشعة، يليها العقديات. العقديات هي أشعة بذوات الرئة، كذوات رئة عند حديثي الولادة صح العقديات تكون أكثر، ولكن بالتهاب السحايا هي سلبيات الغرام أشياء. بكل الأحوال ما حيجي يكون هيك شيء. نحن بيهمنا عند البالغين اللي هو هذا منصادفه بشكل أكبر، أنه هي المكورات الرئوية هي أشعة شيء، يليها النيسريات السحائية. والنيسريات السحائية إلى ميزات خاصة هلأ بنحكي عليها. مثل ما حكينا سريريا ومخبريا، بعد ما أنا التهاب السحايا القيحي يجيني مريض بصداع وحرارة وعلامات سحائية، ببذل له سائل دماغ الشوكي، بلاقي عنده شو، بلاقي الكريات البيض عالية من النوع عادلات، تمام، ما اللمفاويات مو هون بتكون عالية، اللمفاويات هون بنلاقي ارتفاع كريات البيض على حساب العادلات بتكون مرتفعة بشكل كبير. تاني شيء السكر بده يكون منخفض، لأنه هي جراثيم بتتغذى على السكر، بنلاقي السكر منخفض، بنلاقي البروتين عالي. بهي الطريقة بيكون شخصنا الإنتان. شلون بدي أكد شو النوع؟ ممكن أعمل زرع للسائل الدماغ الشوكي وأحسن حدد الجرثومة بشكل واضح. شلون بدي أنا إجاني مريض التهاب سحايا، شلون بدي بلش فيه؟ أول ما بيصل لعندي شكيت بالتهاب سحايا، مباشرة بدي أعمل له طبقي محوري حتى أتأكد إنه ما في عنده كتلة شاغلة للحيز، من نزف، من خراج، من كتلة داخل الدماغ. ما لقيتها، بزلت له سائل دماغ الشوكي، سحبت العينة. هاي العينة بدها حوالي 48 ساعة لتصل نتيجتها. أنا هون ما بستنى، مباشرة ببعث العينة على التحليل، وممكن أبعث له زرع دم كمان للتحليل، لأنه هو أشيع طريقة يصل فيها الجراثيم لا السحايا هي عن طريق الدم. فبعد ما أسحب يعني وصل عند المريض، فتحت له وريد، سحبت له دم، عملت له بزل سائل الدماغ الشوكي، هون بعطيه علاج تجريبي لبين ما تجي العينة من التحليل. بعد منها بتابع حسب النوع اللي بيصل عندي. يعني أنا بعد ما بزلت كنت شاكك بالتهاب سحايا قيحي، قام اجتني العينة تتماشى مع التهاب سلي، هون بدي بدل الصاد حسب النوع. هلأ نحن عادة بالتهاب السحايا القيحي في عنا علاج تجريبي منبلش فيه قبل ما تجينا النتائج ونحسن نحدد النوع. عادة عند نحن نحكي أكثر شيء اللي بيهمنا هني عند الكبار، السيفترياكسون هو أشيع الصادات المستخدمة بالعلاج التجريبي، أو حتى السيفالوسبورينا تجيل أحدث يعني جيل الرابع مثل السيفوتاكسين، ولكن نحن حفظوا أنه الروس فليكس بجرعة مضاعفة هو العلاج التجريبي اللي منبلش فيه. ليش؟ لأنه عبوره سهل من الدم باتجاه سائل الدماغ الشوكي، وبالتالي توافره الحيوي ضمن الجملة العصبية المركزية بيكون جيد وبينعطى. هذا أشياء شيء عند معظم الفئات العمرية يعني فينا نستخدمه. هلا فيه هي كثير بروتوكولات، ولكن هذا اذا بتحفظوه هذا كثير مهم، يعني ما حنسال على غيره، ولكن يعني بس مشان نحن نعرف انه نحن كاطباء غير اخصائيين شو ممكن نحن نستخدم عند المرضى اللي عندهم التهاب سحايا.
أشيع شيء ممكن نستخدم السيفتي رياكسون أو اللي هو معروف بالروسفليكس، لأنه توافر الحيوي بالعبور للحاجز الدموي الدماغي بيكون جيد وبيفيدنا بمعظم الفئات العمرية. شو هي مدة العلاج بعد ما شخصنا التهاب السحايا؟ هي على الأقل للأقل هي بحدود 10 أيام، يعني ما في التهاب سحايا بعطيه صدات أقل من أسبوع أو 10 أيام، ممكن تتمدد لل 14 أو حتى لل 20 يوم. مثل ما حكينا نحن أشيع الجراثيم هي المكورات الرئوية واللي هي بتستفيد على السفترياكسون، ومدة العلاج فيها بين 10 إلى 14 يوم. ممكن الأنواع الثانية من الجراثيم نستخدم لها صادات بشكل أكبر، وممكن نغير خطة العلاج حسب نوع الجرثوم. ما بدنا نفوت فيها بشكل كبير، لا لازم نكون يعني نعرف الأساسيات. سؤال مهم وبيطرح نفسه بقوة، إنه شو دور الكورتيزون بالتهاب السحايا؟ هل هو دور سلبي أم إيجابي؟ مثل ما بنعرف نحن الكورتيزون ممكن يأثر على المناعة ويخفض المناعة وبالتالي يزيد من فوعة الإنتان و إلى آخره، ولكن بالجرعات الوحيدة أو الجرعات اللي تتاخذ لمدة قصيرة هو بيساهم كتير بتخفيف من حدة العملية الالتهابية، وبالتالي بيخفف الوزمة على السحايا وهي. فهو دوره إيجابي، أول ما بشخص التهاب السحايا ممكن أعطي كورتيزون. ليش؟ لأنه هو أثبت بالدراسات أنه بيخفف الوفيات وبيحسن من الإنذار، وخاصة عند الأطفال. ليش؟ لأنه الجملة العصبية لسه ما بتكون متكونة بشكل يعني مكتمل نموها، والتهاب السحايا عم يضغط، عم يصير في وزمة وعم يضغط على الجملة العصبية، وبالتالي عم يساوي لي تخريب مباشر وممكن يكون غير قابل للتراجع. وبالتالي أنا بدي خفف من هاي العملية الالتهابية قدر الإمكان لبين ما الصاد اللي أنا عم بعطيه يعني يعطي نتيجة. وبالتالي نحن بداية بس شخصنا التهاب السحايا بعطي كورتيزون لجرعة واحدة، وبعدين بكمل بالصادات وحسب نتائج التحاليل المخبرية. مثل ما حكينا نحن التهاب السحايا بالمكورات الرئوية هو أشيع مسبب فوق 20 سنة، تشخيصه مثل ما حكينا بفحص سائل الدماغ الشوكي، والعلاج مثل ما حكينا أشيع الصادات اللي بنستخدمها هي السفترياكسون، وبدنا نستخدم العلاج من 10 إلى 14 يوم. بنرجع بنذكر CSF تحليل شلون بيكون، يكون عندي كريات بيض على حساب العديلات، يكون عندي سكر منخفض، بيكون عندي بروتين عالي. الكريات البيض مثل ما حكينا بتكون عالية على حساب العديلات، هي لازم ما ننساها. العلاج بين 10 إلى 14 يوم، السيفترياكسون هو صاد أفضل، وبنعطي كورتيزون كجرعة وحيدة عند التشخيص، كمان بتخفف كثير من الوفيات وبتحسن من الإنذار. هلأ عندي من الأنواع الثانية، هو ثاني أشياء جرثوم هي النيسيريات السحائية أو المكورات السحائية. المكورات السحائية الميزة أنه عادة بتجي اللهم صل على سيدنا محمد بعد إنتان دم، بتجي معها أعراض مرافقة مميزة وهي لازم كمان نعرفها. بتجينا مع نزوف جلدية أو بسموه طفح نمشي حبري، يعني بتواجد عند معظم المرضى، حوالي 80% من المرضى اللي بيكون سبب التهاب السحايا عندهم هي نيسيريات سحائية، بيكون موجود بيصيب الجلد وبيصيب الأغشية المخاطية، وممكن يترافق بنزف بالكظر. تمام، هاي كمان مهم. تشخيص هو مثل ما حكينا فحص سائل الدماغ الشوكي، زرعه بيعطيني سلاسل للنيسيريات السحائية. العلاج مثل ما حكينا عادة قبل ما يطلع نتائج الزرع بنكون نحن مبلشين بالسيفترياكسون، لما بتجي النتيجة بدنا نعطي العلاج الخاص فيها، اللي هون عادة بيشاركوا مع ريفامبيسين
اللي هو نفسه اللي بيستخدم بأحد أدوية السل، فيستخدم كمان هو معدي بشدة، وبالتالي وقت اللي منشخص إنتان سحايا سواء بالمكورات الرئوية أو السحائية لازم نعزل المريض، وخاصة بالسحائية أكثر لأنه العدوى ممكن تكون أكبر. هيك بنكون خلصنا من التهاب السحايا القيحي بالمكورات الرئوية ومن المكورات السحائية. هلأ خلصنا من التهاب السحايا القيحي، رح ننتقل لالتهاب السحايا السلي. التهاب السحايا السلي هو بصراحة ما إنه نادر كتير، هو صرنا نشوفه خاصة بمناطقنا لأنه صرنا نصادف بعض المناطق عم تتعرض لموضوع سوء التغذية، سوء العادات الصحية، انتشار الأمراض المزمنة ومنها السل، فصرنا نشوفه. وبالتالي السل ممكن يكون مريض حامل للسل بشكل غير عرضي، مثلا بالعقد اللمفاوية بالرئة، بس ما يكون في تكهف، ما في هيك، فهي ما في أي أعراض أو ما في أي أمراضية. بعدين بنلاقي المريض بشكل أو بآخر بيتعرض لسوء تغذية، لسوء حالة عامة، فبتتفعل هي العصية السلية وممكن تنتشر عبر الدم لتوصل للسحايا، وإذا وصلت للسحايا فبتساوي لي التهاب سحايا سلي. شو كمان بدنا نحكي؟ هو عادة ما هو أشيع أشكال السل؟ أشيع أشكال السل أنا مثل ما نعرف هو العقدي والرئوي، هدول أشياء شكلين للسل، ولكن في كتير أشكال تانية للسل، مثلا مثل سل الجهاز الهضمي، سل الجهاز البولي، سل الجهاز العصبي، فهو ما هو أشياء الأشكال. هلأ أشكاله السريرية ممكن تجي إما عن طريق إنتان معمم بالسحايا مثله مثل التهاب السحايا القيحي، ولكن المسبب هو السل. ممكن يكون عن طريق إنتان موضع بالجملة العصبية مثل ما منشوفه خاصة بالفقرات والعمود الفقري، وخاصة الصدري منلاقي انهدام فقرات سببها هو ورم سلي، منلاقي توضعت العصية ضمن القرص بين الفقرات، بعدين انتشرت للفقرة الأعلى والفقرة الأسفل، انهدموا على بعضهم وشكلوا لي كتلة التهابية بهالفقرتين، هذا نحن بنسميه ورم سلي موضع، او يعني باللاتيني اسمه التبركلوما. اي هذول الاشكال السريريه ممكن نشوفهم اكثر شيء. هذول شو كمان بدنا نحكي؟ هي الاشكال السريريه اثنين، اما يعني انتان سحايا عام او انتان موضع واللي هو اسمه الورم السلي، ممكن يسبب لي التهاب دماغ، ممكن يسبب التهاب دماغ مو بالسحايا، يعني ينتقل داخل الجملة العصبية، يعني مو بالفقرات أو بالسحايا، لا يفوت كمان يسبب لي خراجات أو انتان للجملة العصبية، وهو نادر ولكن موجود. التشخيص هو مثل ما حكينا دائما هو التشخيص مفتاح التشخيص بالتهاب السحايا، مثل ما حكينا دائما هو فحص السائل الدماغي الشوكي. فحص السائل الدماغي الشوكي شو حكينا؟ منلاقي ارتفاع كريات بيض، بلاقي سكر منخفض، وبلاقي بروتين عالي. ولكن المميز عن التهاب السحايا القيحي انه هنيك بتكون عديلات، هون بتكون لمفاويات. تمام؟ اذا ارتفاع كريات بيض على حساب اللمفاويات، سكر منخفض ومنخفض جدا، منلاقي يعني السكر مثلا بالتهاب السحايا القيحي لنفرض مريض سكره 100، بنلاقي سكره 10 او 15، هو بنلاقيه مثلا 5 سكر السائل الدماغي الشوكي 5، هيك يعني بيكون منخفض بشده، البروتين بيكون عالي مثل ما حكينا. تاكيد التشخيص هو اما انه نعمل بي سي ار لنكشف العصيه السليه، او نعمل زرع، والزرع قليل لحتى يكون إيجابي لأنه يعني صعب عزلها للعصية السلية. فالبي سي آر هلأ حل مشكلة كبيرة، فبنعمل بي سي آر تطلع عنا المستضدات الخاصة بالعصية السلية، وهون بتكاد تشخيص. العلاج
هو مثل علاج أي منطقة تنصاب بالسل. دائما في عنا علاج رباعي وعلاج ثنائي، هون بدنا ناخده بحدود 9 شهور للسنة العلاج، أو منبلش دائما بالعلاج الرباعي اللي هو إيزونيازيد، ريفامبيسين، شو كمان كنا بنعطي بالسل، العلاج الرباعي، البيرازيناميد والإيتامبيتول. هدول الأربعة بنعطيهم لمدة شهرين، بعدين بنكمل بشهرين تانيات بالإيزونيازيد مع الريفامبيسين. هيك بيكون أخذنا 6 شهور، بنرجع بنفحص سائل الدماغ الشوكي، إذا لقينا لسه في علامات التهاب سحايا ممكن مدهم 3 شهور تانيات. تمام، هاي معروفة. في سؤال هون، طبعا ضمن العلاج بمضادات السل مثل ما أخذته بالصدرية أو رح تاخده، أنه دائما إحنا بدنا نعمل اختبارات الكبد، لأنه كل أدوية السل هي بتأثر على الكبد وممكن تأثر على الشبكية، فبالتالي بنعمل فحص دوري للعين ولخمائر الكبد ضمن فترة العلاج. هيك بنكون حكينا على التهاب السحايا القيحي، حكينا على التهاب السحايا السلي. هلا بدنا نحكي شو هو التهاب السحايا العقيم. التهاب السحايا العقيم هو انه نحن بنعمل التهاب، بنعمل عفوا فحص سائل دماغ شوكي، بيطلع عندي موجودات بتتماشى مع التهاب سحايا. طبعا بيكون في عندي اعراض وعلامات وحراره وصداع مثل ما حكينا. نعمل فحص سائل دماغ شوكي، بيطلع في عندي موجودات بتتماشى مع التهاب سحايا، بينما ما بحسن اعزل جرثوم، او ما بحسن اعزل عامل ممرض، ما بحسن اعزل عصية سلية او المكورات السحايا، ما بحسن اعزل شيء منهم. شو هي الشغلات اللي بتكون موجودة ونحن ما بنحسن نعزلها؟ عادة الفيروسات ما فينا نكشفها، هلا حديثا ممكن البي سي ار يكشف هيك قصص. التهاب الفطري عادة كمان مصددات الفطرية ممكن ما تطلع على الزروع الخاصة، بس ممكن إذا طلبت أنا زروع على أوساط بتنمو عليها الفطور ممكن بقى تظهر. التهاب السحايا المسبب بالأدوية، في بعض الأدوية بتساوي تخريش للسحايا وبتعطيني موجودات لالتهاب سحايا، فممكن أنه تختلط مع التهاب السحايا، مثل مثلا مضادات الالتهاب اللاستيرويديه، بعض ادويه السلفا، مثبطات المناعه وادويه السرطان، كلياتها هاي ممكن انه تسبب لي التهاب سحايا وما يكون في عندي عوامل ممرضه. المناعي اللي بنشوفه مثلا مثل المرافق للامراض المناعيه الذاتيه، مثلا مثل الذئب الحمامي اذا بتتذكروا، انه من احد الاشكال اللي بيصيبها هذا المرض الذئب الحمامي هو إصابة العصبية، وبالتالي بتكون على شكل التهاب سحايا. بعمل أنا موجودات بلاقي ارتفاع كريات بيض، السكر ممكن يكون طبيعي ومخفض شوي، البروتين عالي، بعمل زروعات ما بلاقي شيء، ما في علامات إنتانية مثلا بزرع الدم ما بلاقي هيك شيء. وبسياق مريضة عندها ذئب حمامي فعال، فبتتماشى القصة مع التهاب سحايا مناعي. التهاب السحايا الخبيث هو عند المرضى السرطانيين اللي عندهم مثلا لمفومات لوكيميات، هيك لما يصير ارتشاح بالجهاز العصبي فبيصير بيعطينا كريات بيض، بيعطينا تخريج سحائي عالي، بروتينات عالية، سكر منخفض، لأنه هاي الخلايا الخبيثة اللي تصير تغذى على السكر. بينما هو السبب ما بيكون لا جرثومي ولا بحسن بعزل أي عامل ممرض، وبيكون هو المريض معروف. مثلا مريض عنده لوكيميا كل فترة بيراجعني بحرارة، عنده ارتفاع كريات بيض بالدم، هو فبعمل له مثلا بيجيني بأعراض التهاب سحايا، ببزله بيعطيني موجودات تتماشى مع التهاب سحايا، ولكن هذا من سياق القصة بتكون معروفة التشخيص عنده. هلا التهاب السحايا الفيروسي كمان بيجيني بأعراض
صداع وحرارة وعلامات سحائية، ولكن عادة هون بتكون الأعراض أخف وطأة من التهاب السحايا الجرثومي. التهاب السحايا القيحي أو الجرثومي بيكون أعراض صارخة، بيجين المريض بحالة عامة سيئة، بصداع شديد جدا، صلابة نقرة واضحة بتقلع العين. هون تجينا صداع، في شوية صلابة نقرة، الحرارة مانا شديدة كتير، بعد انتان فيروسي، بعمل له بزل بيطلع عندي كريات بيض مانا عالية كتير، مثلا هنيك بتوصل لحدود 5000 20000، هون بلاقي مثلا 400-500 كرية، فيعني فرق منيح. بفحصهم بيكونوا على حساب اللمفاويات، السكر مانو منخفض كتير، يعني مثلا مريض سكره بالدم 100، بعمل له بلاقي سكره بحدود 40، الطبيعي هو 50، هو ما بيستهلك سكر كتير. البروتين ما هالارتفاع الشديد، هذا بيتماشى مع فيروسي. إذا في عندي بي سي آر ممكن يكشف لي شو نوع الفيروسات المسببة، واللي هي أشعها الفيروسات المعوية، أشعة شي الأنتيرو فيروس، ممكن بشكل أقل الإنفلونزا أو الأدينو فيروس أو الكورونا، يعني مرقت فترة صارت تساوي التهاب سحايا. إيه هذا عادة بنعطيه بالعلاج، علاج عرضي، مخافضات حرارة، وممكن نعطي المضادات الفيروسية إذا كنت متوجه بشكل كبير إنه ما نو من الأنواع التهاب السحايا العقيم، يعني لا نو مسبب بالأدوية، لا نو مسبب بالخباثات، لا ما نو مسبب بالفطور أو هيك، فهذا بعطيه مضادات الفطرية حسب اللي أنا شاكك فيه. مثلا مريض عنده إد وهلأ جاني بأعراض سحايا، هذا أشيع شي يكون عنده CMV سيتوميجالوفيروس، فهون بعطي الجالاسيكلوفير، بينما مريض ما عنده شيء بعد رشح بعد كذا ممكن ما أعطي شيء. مريض عنده حلق بسيط وهلأ صار عنده أعراض التهاب سحايا، وبالتالي الأسيكلوفير هون كتير بفيدني، فبعطي مضادات الفيروسية حسب توجهي السريري. هلأ التهاب السحايا الفطري هذا قليل لنشوفه، ولكن إذا شفناه بالتالي نحن بدنا نفكر بمريض عنده نقص مناعة، سكري، مثبطات مناعة بياخد، عنده أمراض مثبطة للمناعة مثلا مثل الإيدز وغيره. من أشياء اللي منشوف هون هن يعني معظم الفطور مثلا مثل المتكيسات كاريني أو هيك شيء، عادة بيجينا بكونه مريض مزمن وعنده مثل ما حكينا حرارة وهيك، فغالبا نحن منشوفه بشكل يعني تحت حاد أو مزمن، مظاهر السريرية مخاتلة بتجي. البزل بيعطينا التشخيص، ممكن ما نحسن نكشف العامل الممرض، ولكن بنلاقي علامات التهاب سحايا، يعني ارتفاع كريات بيض، انخفاض سكر، ارتفاع بروتين. العلاج بدنا نعطي المضادات الفطرية مثلا مثل أمفوتريسين بي أو مثلا كلوتريمازول أو مركبات الأزول اللي بتعالج التهابات الفطرية. مثل ما حكينا من أهم الفطور هاي متنوعة، ولكن في عندي المستخفيات أو المتكيس الكاريني وهدول اللي بدنا نعالجهم. هلأ في عندي التهاب السحايا تحت الحاد والمزمن، هو مثل ما حكينا نحن بس شخصنا التهاب السحايا عادة إلى 10-14 يوم، لحدود 20 يوم يعني خلينا نقول صاروا 3 أسابيع بنكون أتممنا العلاج. هلأ إذا استمر أكثر من هيك صار اسمه تحت حاد، وإذا استمر أكثر من هيك يعني أكثر من 6 أسابيع فنحن عم نحكي على المزمن. تمام، بتصير هون بتخف الأعراض ولكن بتصير بتطول لتروح. شو أسباب هو التهاب السحايا تحت الحاد والمزمن؟ هو عادة العلاج الناقص أو الإنتانات المزمنة، مثلا مثل نحن إذا نحكي على السلي هو مثل ما شفنا ممكن يستمر 9 شهور للسنة العلاج فيه، فهذا يعني هو عادة بيتحول للشكل المزمن. الفطور مثل ما حكينا كانت تتحول للشكل المزمن. هاي يعني اللي بدنا نحكي عليه هون. هاي بنكون خلصنا البحث فيما يتعلق بالتهاب السحايا. بدنا نرجع بس نأكد عن نقاط، رح أرجع بسلايدات ونأكد على كل موضوع شو بدنا نأكد فيه.
بعد أمركون هذا لازم يعني يكون يعني ما معقول أنت الجملة العصبية المركزية ما نسأل عليه، وخاصة التهاب السحايا لأنه شائع وشائع جدا. مثل ما حكينا شلون بدنا نحن نعرف شو هن، شلون بيجينا المريض؟ بيجينا بصداع وحرارة وأعراض سحائية، هاي بدنا نكون نعرفهم. العلامات السحائية هن كمان بدنا نحفظهم مثل اسمنا: صلابة النقرة، بروزنسكي العلوية، كيرينج، وبروزنسكي السفلية. بدنا نعرف فحص السائل الدماغي الشوكي انه هو مخطط العلاج بيعتمد عليه، وبالتالي هو دائما بدنا نطلبه بالتهاب السحايا. بدي اعرف امتى ما لازم ساوي اللي هن قافي شاغل الحيز، انتان مكان البزل، مشاكل النزف عند المريض، او الشغلة الاخيرة اللي قلنا تثبيط المناعي. فحص السائل الدماغي الشوكي، ضغط الانفتاح هو بحدود 25 سنتيمتر ماء، السكر هو 50% من سكر الدم، البروتين هو بحدود 15 ل 60 ميلي غرام على الديسيلتر، شو حكينا، الكريات البيض هي بحدود 0 ل 5 كريات بيض، وعادة اللمفاويات، المضادات للصفراء حكينا عليها، حكينا على التهاب السحايا القيحي، وحكينا انه اشع الجراثيم المسببة هي المكورات الرئوية. ثاني أشياء شيء طبعاً بحكي عن البالغين، ثاني أشياء شيء هو المكورات السحائية، واللي هي بتترافق بنزوف بنسبة 80% عند المرضى. بحالتين لازم أعزل المريض. عند الفئات العمرية الصغيرة ممكن نحن نتوجه مثل ما حكينا للهيموفيلوس إنفلونزا عند الأطفال، أو لسلبيات الغرام عند حديثي الولادة. حكينا على التهاب السحايا السلي، هو ممكن يكون بشكلين: إما التهاب سحايا عام، أو التان موضع اللي هو منسميه داء بوت أو الورم السلي اللي غالباً منشوفه بالفقرات. حكينا على التهاب السحايا العقيم، ممكن يكون سببه فيروسي، ممكن يكون سببه دوائي، ممكن يكون سببه مناعي، ممكن يكون سببه خبيث. هون منلاقي علامات لالتهاب سحايا وموجودات سائل دماغي شوكي بتتماشى مع التهاب السحايا، ولكن ما بيكون عندنا نمو. التهاب السحايا الفطري قلنا منشوفه عند مضعفي المناعة، خاصة بالفطور المستخفيات. التهاب السحايا الفيروسي حكينا كمان، هو بتجي الصورة السريرية أخف وطأة من الصورة السريرية بالتهاب السحايا القيحي. عادة كمان أشعة هو الفيروسات المعوية أو الفيروسات الحلق، وحتى الميجالوفيروس عند مرضى الإيدز. هيك بنكون خلصنا المحاضرة، ركزنا على الأفكار المهمة. المطلوب هو الملف PDF محاضرات الـ RBCs، وهذا يكفي إن شاء الله، وما بدنا يعني ناخد فوق شيء. في سؤال لهون لحتى نجاوب عليه؟ إذا ما في سؤال لحتى نريح خمس دقائق بين بس ما جهز الملف الثاني ونعرضه مباشرة. حكيم، بالنسبة للشرط دقيقة بالمحاضرة، مثلا العلاج، بروتوكولات وهيك، ما ندقق عليها بالامتحان ولا كيف؟ نركز عليهم. بروتوكولات العلاج حكينا انه في بروتوكولات كثير. نحن كأطباء عامين بس بدنا نعرف انه اشياء البروتوكولات اللي منبلش فيها هي السيفترياكسون، وعادة ما بنستخدمها أقل من 10 أيام. ما حنحكي على الأمور الثانية. ذكرنا معلومة ثانية بالنيسيريات السحائية، إنه ممكن نشارك بالريفامبيسين بعلاج الالتهاب السحايا السلي. حكينا إنه بيكون عندي معالجة رباعية أول شهرين، بعدين معالجة ثنائية لمدة 4 أشهر، كمان هي حكيناها. وبالمضادات الفيروسية حكينا انه اذا كان عندي CMV بناخذ الجالاسيكلوفير، اذا كان عندي الحلق ممكن نستخدم الاسيكلوفير. ما حكينا اكثر من هيك، هذول فيما يتعلق بالعلاج، ما حنفصل بشكل اكبر. اذا في حكينا على دور الكورتيزون لازم تكونوا كمان تعرفوه. وحكينا على فكره مهمه بالعلاج، انه نحن ما بنستنى نتائج الزرع لحتى نبلش بالعلاج، ما نبلش بالعلاج قبل ما تجينا نتائج الزرع. هي لازم تكون مهمة بذهنكم دائما. في سؤال تاني؟
في سؤال ثاني إخواني، إذا في سؤال ثاني حتى نجاوب عليه، ما في سؤال ثاني لحتى ننتقل للمحاضرة الثانية. هذيك حتكون أبسط إن شاء الله وفيها معلومات أبسط، ونركز على الشغلات المهمة فيها. دكتور منبلش هلا؟ تمام، استنى شوي. لا منبلش مباشرة. تمام يلا هسكر هذا الملف. Thank you.